مريم فارس ترد على هجوم إليسا عليها مع علي العلياني. تطورت الأجواء بين الفنانتين اللبنانيتين مريم فارس وإليسا عقب التصريحات التي أدلت بها الأخيرة خلال استضافتها في برنامج مراحل وأساءت فيها لمواطناتها بحسب رأي البعض. قالت إليسا قد تحدثت عن خلافها مع مريم فارس خلال اللقاء، مؤكدة أنها لا تعرفها على المستوى الشخصي ولا تتابعها ولا يوجد معها مشكلة تحديدا، بل أنها دفعت عنها خلال أزمتها في مصر. وشددت إليسا في البرنامج الذي يقدمه الإعلام السعودي علي العلياني على أن مريم فارس مجرد فنانة استعراضية وليست مطربة، لافتة إلى أن مريم معترفة بذلك. وتسببت تصريحات إليسا بحالة من الجدل على مواقع التواصل، ما دفع الفنانة مريم فارس لمشاركة إحدى التغريدات التي تصدت للدفاع عنها، والتي جاء فيها: نعم أنا استعراضية وصوت حقيقي وجميلة، فنانة متكاملة بكل شيء، بس غيرتك منها خلتك تجني، انت وين ومريم وين؟ ومع مشاركة مريم فارس للتغريدة أرفقتها بتعليق عبر حسابها على موقع تويتر قائلة: بليز ما حدا يرد، نحن بشهر رمضان شهر المحبة والتسامح، وبنفس الوقت نعيش أسبوع آلام المسيح. ونفت الفنانة اللبنانية أن يكون قد حصل أي خلاف بينها وبين مواطنتها نوال الزغبي بسبب التقاط الصور مع المعجبين بعد أزمة حفل أمريكا، مؤكدة أن نجوى كرم عشت على الأزمة وروجت للفيديو للاستفادة منه ضد إليسا كما تعتقد. واعترفت إليسا بتفوق نانسي عجرم عليها في مصر كفنانة لبنان الأولى في مصر، لافتة إلى أن هيفاء وهبي هي الفنانة الأقرب إليها وأنها تجمعها بها علاقة صداقة. وحاول استبعادها من برنامج ذا فويس، قالت إليسا أنها لم تكن وراء قرار الانسحاب، بل تم استبعادها من البرنامج رافضة الكشف عن السبب على حد قولها. وأكدت إليسا أنها خسرت كل أموالها في بلادها بسبب الأزمة المالية، مؤكدة في الوقت ذاته أن لديها حسابات بنكية خارج لبنان.